Thank you.
sobre la Shakira, para salir de la gente de conflicto de la infidelidad y no para salir de la economía. Para salir de la lugar y para salir de la autoridad de las marinas, y la misma salida, 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 Fiz essa linguagem, o filho de amigo do que eu ia confiar, e será mais do que uma cultura de uma barqueta. Aí ele foi com a Rissa, que a cabina tem Líbia, o 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 filho de amigo do Líbia, ele chama, o Iniciara, Cevara, o Rapara, فليه بتحية حب الوطن لأن حب الوطن من الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اضطر إلى الهجرة وطبق أمر الهجرة بأمر من الله عندما خرج على أطراف مكة التي ولد فيها وتربى فيها ونشأ فيها قال بعد أن أخذ قبة من ترابها والله إنك لأحب بقاع الله إليه ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت حديث وقصة هذا تبين للأشياء التي سلفت ومضت وللأشياء الحاضرة وللأجيال القادمة تبين لهم قيمة حب الوطن تبين لهم قيمة حب الوطن. أيها الإخوة الأعزاء، سبحان الله، بفضل الله، بمن الله، بكرم الله، بجود الله، بعطف الله، برحمة الله، كيف كنا قبل أربعة أيام وكيف أصبحنا؟ عندما نتذكر هذه المواقف نذكر أن الله معنا. ولو لم يكن الله معنا لما وفقنا الى الذي وفقنا اليه ولما وصلنا الى هذه المرحله التي وصلنا اليها. السؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يجب ان يتردد على لسان وعقل وفكر كل انسان قبل ان يتكلم كلمه في الاعلام، قبل ان يمسك قلما ليكتب به مقالا يشوه على جريده، قبل أن تلامس أبدانه وأصابعه، قبل أن تلامس أبدانه وأصابعه، أسرار مقاله إذ يتواصل عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، لابد أن يكون هذا الأمر. كيف كانت ليبيا قبل ثلاثة أيام أو أربعة؟ وكيف صارت اليوم؟ كيف كان الأمر متعزلا؟ وكيف انفرج بعون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا دليلنا عليه قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندما صفت النفوس وعندما خلصت النوايا لله رب العالمين انزاحت كل شيء، وكلما اخلصنا النية لله وصدقنا مع الله وربطنا علاقتنا بالله وتبرعنا من حولنا وقوتنا الى قوة الله جل وجلاله نسير الى الافضل. ايها الاخوة والاعيان، انتم الاعلاميون ايها القنوات، ايها القنوات التي اصبحت اكثر من عددي النجوم في الكواكب، مسؤوليتكم أن تكونوا وطنيين، مسؤوليتكم أن تكونوا وطنيين خالصين مخلصين لوطنكم، تخلصون في إيصال الكلمة الهادفة، في إيصال الكلمة البناءة، في إيصال الكلمة التي تبني، للكلمة التي تخدم وتخرب،
I'm not going to be able to do that.
Thank you.
Thank you.
Thank you.